في الأرض الحلوة في حكاية، حكاية عن أسرار البشر، وحكاية عن ضحك الشجر، والراوي انت بالذات. بعيونك في حكاية جميلة، مخبي بقلبك تفاصيل، وإذا انت ما حكيت رح تحكيها حيطان البيت. في الشارع أحفاد الشبابيك، في البيت وفي المقهى وفي هاي حكاية عم نسمعها ونكبرها ونكبر، والراوي انت بالذات بدها قعدة. ضيفنا فلسطيني من جذور إفريقية، شاهد عيان على أيام مقدسية قضاها في جنبات الجالية الإفريقية. محمود جدة يعرف القدس كما لا يعرفها أحد، يرشد الناس إلى الطريق والمعلومة والتاريخ. داخل أسوار المدينة تربى واعتقل واجتهد، نراه اليوم مقبل مبتسم يحمل في جعبته الكثير من القصص. طبعا انا عشت في عائله يعني بفتخر فيها جدا جدا جدا، كنا ثلاث اخوه ثلاث اخوات، طبعا في اثنين من اخواتي توفوا واحنا هم صغار صغار، بقينا ثلاث اخوه ثلاث اخوات فقط. ابوي امي الامانه كانوا يعني قدوه، وابوي كان قدوه لنا، كان عاملنا بلطف جدا، لطيف جدا في تعامله معنا. وانا بتذكر يمكن مره واحده فقط اكلت منه قتلي طول حياتي. ليش؟ لانه رفعت صوت على عمي. عمي زي رجل كبير، واحنا في الثقافه الافريقيه الانسان الكبير حتى لو اكبر منك بيوم مقدس، المفروض ترفع صوتك عليه. فكون رفعت صوته عليه هذا الكافي الوحيد اخذته من ابوي. ودائما عندنا بحب واحترام. بطل قصه انه اخوي كان اصغر منه وقت سب على حارس في الحرم، واجى حاسبه ما ضربوش، حكى له بكل بساطه انت بتحب امك؟ قال له اه. قال له عشان بتحب امك تسبش على الاخرين عشان ما تسبش على امك. كان درس لنا لليوم انه الام شيء مقدس ونقعد تغلب عليه. وامي نفس الشيء برضه كانت تعاملنا بكل ادب واحترام، وتعلمنا كيف نحترم الاخرين. بتذكر مره كنت اش مع امي اساعدها، فاجى عمي بعرف ليش ضربني وانا سبيت عليه. فامي كان برضه كملت علي، كيف بتسب على عمك؟ هذا عمك اذا كان غلط معك وبتسكت بتحكي لي بتحكي لابوك هم. وفعلا بعدها عمي اجى حكى معي وخلص ودير بالك وانا بتسوي الاخير بشتغل الامور الاخرين. كنا عائله صغيره مزبوط، وانا بتشكر كثير كثير لاخواتي لانهم احتضنوني بعد ما طلعت من السجن. وامي فعلا لعبت دور كبير في تربيتهم، لانه احنا كنا عائله لحد 67، انتهت العائله خلال 3 4 شهور. انا حبست واخوي ابعد وابوي توفى واخوي الثاني اضطر يطلع على البلد، فبقت امي هي اللي تربت اخواتي. ودليل ذلك انه فعلا تربت تربيه حسنه، لما طلعت من السجن احتضنوني تماما. ايش في عندهم؟ حتى لما طلعت من السجن بنوا لي بيت، حتى اخواتي ايش في عندهم ذهب، ايش عندهم شيء ثمين، باعوا حتى يبنوا البيت. بتذكر اخر حدث كان لما اجينا نعقد البيت، ما كانش عندنا مصاري نعقد البيت، فاختي قالت استنى شوي، طلعت بسيارتها ورجعت جابت مصاري. شو المصاري هاي؟ قال باعت السياره بتاعتها عشان نعقد البيت بتاعتها. فوجه كل الشكر والتقدير لاخواتي وخاصه اختي فاطمه، يعني فعلا فاطمه لحتى اليوم بكره بتعطي وبتعطي وبتعطي وبتاخذ من حد. الحمد لله يا اخي. وهذا فخر اعتز فيه، وبتمنى الناس كلهم يكونوا بهالاسلوب هذا. ضيفنا محمود جدة، سمعنا منه قصة ونسأله عن مجموعة من القصص وعن محطات مفصلية كانت في حياته. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك، وكل الاحترام والتقدير لكم للأراضي الفلسطينية. أستاذ محمود جدة، يعني بداية كيف بتحب الناس تعرفك؟ شو المفتاح لشخصيتك محمود
من جذور إفريقية، محمود فلسطيني، وين بتلاقي حالك؟ والله الأمان أنا بعرف نفسي الآن، يعني الناس تعرفني كإنسان أعيش في القدس، وبعتبر الكرة الأرضية كلها وطني، وبعتبر العالم كله بشر هم عائلتي. هذه تجربة حياة بشكل عام. يعني زي ما نرجع على الأيام البدايات كيف كانت، فعلا احنا بالبداية كنا كأي فلسطينيين أخرين طردا من القدس من هوني، وطلعنا على الأردن، قعدنا لبداية الخمسين واحد وخمسين رجعنا على القدس هوني، وعشنا حياة طفولة زي أي فلسطين باقيين. يعني كنا في غاية الفقر، ما كناش أحيانا لأي شيء نوكل. بتذكر أحيانا وجبتنا الوحيدة كانت من بيسموها تقية في البلد القديمة، كانت توزع شوربة وأكل آخره، وهذا كنا بس شيء تاني كانت. وطبعا مش إحنا لحالنا، كان الناس أخرين كانوا بشكل أساسي. لما رجعنا هون بلشنا بتعرف كبرنا شوي، صرنا أولاد ورحنا على المدرسة، وبنفس الوقت كونه ما عندناش مصاري كفاية كنا نضطر نشتغل. فأنا اشتغلت وأنا طفل، يعني زي ما بسموه اليوم عمارة الأطفال، أنا جربتها. يعني كنت أبيع فستو، أبيع أسكيمو، أبيع بوزة، واشتغلت مثلا مكوجي، واشتغلت خياط، وكل هذا اشتغلت عشان أوفر شوية من العيش. كدليل على الفقر كنا عايشين فيه، أبوي هذاك الوقت كان شيف الأردن في عمان، وكان يتقاضى شهريا 3 دنانير، تخيلي. فكان بيعطينا المصاري مع احد الشوفيريه. ليش ما كانش يجي هو بنفسه؟ لانه بده يوفر اجر الطريق عشان احنا نقدر نشتري فيه اكل، نشتري فيه كتب، نشتري فيه اواعي، حتى نقدر نمشي حياتنا بشكل اساس. طور يحرم حاله يجي يشوفنا عشان يوفرنا لقمه العيش. وطبعا هذا الامل، يعني احكي لك مثل اخر على طبيعه الفقر كنا عايشين فيه طبعا كفلسطينيين هذاك الوقت والان. أنا مرة كان عمي اسمه ساكن عبد الله طلب مني أروح على الحرم أقابل الشيخ اسمه داود أهرام بتذكر. كانت رمضان الدنيا، فرحت للشيخ داود بقول له نعم يا سيدي. قال لي والله رمضان بدك تحجب لي فطور على الدارهم في الشيخ جراح، اللي بيعرف في مدرسة خلي السكيني يبقى خلي السكيني، وإحنا دار مسافة. مسافة يعني. ففعلا طلعت أول يوم رمضان، رحت أجبت له فطور، ماشي طبعا رجلين، فيش فيه ممكن السيارة، ممكن تدفع مصاري. فأعطيته الفطور وأنا استنيت شوي زي ما تقول كطفل صغير بدي زي ما تقول يعطيني هدية، هدية تعريفة إشي، فما أعطانيش. فنزلت عرفت كيف وكيف ما أعطانيش، بس أنا رجع على الدار قعدت أفكر طب هذا زلمة بيعبد الله وقاعد في الحرم معتكف إلى آخره. فاعتبرت أنه عمل خير عمل منيح يعني، فاعتبرت عمل تطوع زي ما إني هيك بديش الله بيكافئني عليها. فراحت يوم ورا يوم، في آخر يوم في رمضان بيحكي لي بقول لي اذا بكره العيد بتجيني، مش بكره العيد بجيب الفطور زي ما اوكي. فعلا ثاني يوم طلع عيد، رحت له بقول له بيعطيني مصاري قديش؟ نص دينار. انا تفاجأت التخمت، نص دينار يعني ايش مش بالنسبه لنا بهذاك الوقت يعني مش كثير مبلغ يعني. فانا رفضت قلت له لا بصيرش، قلت له انا كنت اجيب لك هذا تطوع مني وانت زلمه. قال لي يا زلمه اسمع هذا مش شيء، هذا بس هذه هديه والنبي قبل هديه، فانت بدك تقبل هديه يعني، هذا بس مجرد هديه مني مش اكثر اقل من هيك. فهيك اخذتها على اساس انها هديه واخذتها وروحت على الدار. كيف وصلت الدار ما بعرفش، طيران كيف ايش وصلت بشكل مش معقول. فبعطي امي المصاري، امي دقت على صدرها وقالت منين جبت المصاري هدول؟ يمكن 5 6 دقائق معي كيف جبت المصاري؟ هل لقيتهم؟ اخذته من حدا؟ سرقته؟ والله يا عمي اخي هي الحاجه داود اهرام في الحرم تعي شوفي. اعطتني لوستني وبكت هذيك اللحظه ما فهمتش ليش، بس فيما بعد عرفت ان نص دينار هذه هي كانت عيدتنا ذاك اليوم. قدرنا نشتري شوية أكل بينه ونص سوقة لحمة بعرفش قديش، شوية حلويات ملبس ما ملبس، إذا حدا أجى ظن نقدر نعطيه. فتخيل هذا النموذج كيف الفقر اللي كنا عايشين فيه بشكل أساسي. يعني كيف أثر عليك فيما بعد يعني هاي الطفولة؟ يعني هل كنت أنت وأنت بتعيشها بتشعر أنها هي قاسية عليك، ولا أنت كنت تتعلم منها مستمتع فيها كطفل صغير يعني بتحاول تقبل؟ لا المضبوط هي يعني تعلمتني، مضبوط علمتني علمت الحنية وكيف نقدر نفكر بالآخرين كمان، وعلمتني نفس الوقت أنه فعلا كنت أشعر بألم. لأنه بعديها رحنا على المدرسة كان اسمها مدرسة الفرير في باب الجديد، ومدرسة الفرير معروفة هاي كلاس يعني مش عادي. وكنا احنا ليش رحنا على الفرير؟ عشان أنا أبوي كان مع جنسي فرنسي، فرحنا على قسم بسموه الجراتويت اللي هو المجاني. فكنا إلى أصحاب طبعا من العلاقات إلى أصحاب، فكنا نطلع مثلا لما نروح من المدرسة نمر على الدكاكين، وقفوا يشتروا ساندويش، يشتروا مش عارف حلويات وشو الأخرى. أنا معيش مصاري أشتري، شو أسوي؟ أروح أهرب على شقة تانية أتخبى. لما وين كنت أقول لا والله شفت صاحبي رحت حكيت معه عشان ما بينش إنه أنا معيش مصاري والأخرى. فهذه كانت فعلا مؤلمة، من ناحية ثانية علمتني انه فعلا اذا كان معك شيء برضه فكر بالاخرين انه كيف ممكن معهم شيء. وهذا الشيء تعلمته من ابوي كمان، لما ابوي مثلا كان يجي من الشغل يسال امي مباشرة طبختي اليوم؟
نادر ما تطبخ لانه ما بقدرش اطبخ اليوم فيش ما صاري. وزارت ايوه هل بعد تصحى للجيران؟ يعني ممنوع ناكل انه بدي اصحى للجيران. فكر بغيرك يعني بشكل اساسي عرفت كيف؟ فهذا زي ما تقول كانت فعلا من ناحيه قاسيه، من ناحيه علمتنا كيف نشعر مع الاخرين بنفس الوقت يعني. اذا انت ربنا اكرمك كل يوم اكلت يمكن غيرك ما اكل. فهي الشغلات كانت تصير معنا بالضبط يعني. وجودك في البلد القديمة في القدس وجود عائلتك يعني من أصول وجذور أفريقية هي يعني بدوافع دينية طبعا. فكيف كان الدين حاضر يعني والدك ووالدتك والدك ووالدتك أكيد في دوافع دينية لهم يكونوا بقريبين طبعا. من المسجد الأقصى يعني بالأساس وين الدين كان في بيتكم أو كيف كان الدين في بيتكم؟ بالأساس والدي أجعله بسبب الدين يعني هو راح حج كالعادة وفي شو بسمه الحجة المقدسية تعرف الإسلام له ثلاث مساجد الحرم القدسي الشريف ثالثهم والأول والثاني مكة والمدينة فتجي على الثالث بكون تقريبا انها يعني أتمم دينك على هذا. فأبوي لما أجا من تشاد راح حج وأجا على القدس هوني وجد أن القدس أنه هذا الإسراء والمعراج والآخر وكل أسهل فش بدي في الإفريقي يعني شو بدي أكثر من هيك يعني واحد يعيش في مكان أسرى من الرسول وعساسي قرر أنه يدخى هون وبعرف كيف بالصدفة التقى مع والدتي وتزوجوا وبقينا هون وأنا هيك دائما بمزح مع الشباب زملائي بقول أبوي أجمل أفريقيا ورطني مع الفلسطينية ففعلا صارت الأسس بالشكل هذا ومشت الأمور كويس يعني فصبتني مشكلة داخل الوقت أنه فعلا كنت أسمع هذا أفريقي هذا عربي هذا إنجليزي هذا فرنساوي طب صرت فعلا حاجة طب أنا مين أبوي أفريقي أمي أردنية وأنا عايش في فلسطين فهل أنا فلسطيني أم أردني أم أفريقي الصعوبة اللي واجهتني أنه لحتى اليوم مش قادر أقرر مين كان أحن علي أبوي ولا أمي إذا قلت أبوي أنا قلت أفريقي بظلمت أمي إذا قلت فلسطين أو أردن بظلم أبوي فظليت عايش بقلق يمكن 3 سنوات وأنا أعاني من هذه المشكلة في الآخر طلعت بس بقرار بيني وبين نفسي هل أنا اخترت أكون هيك؟ ما اخترت أكون هيك إجيت بهذه الدنيا بدون حد يسألني بدون أسمين أبوك من أمك خلاص اعتبرت حالي إنسان طبعا وارتحت نفسيا طبعا العزز الشعور هذا فيما بعد انتقلنا من مرحلة لمرحلة وفيما بعد ما طلعنا عشنا فترة السجون ومن بعد السجون طبعا تعززت التجربة هذه واثبتت لي فعلا انه انا انسان وبس مش اختار اقل من هيك ما حدا اختار ابوه ولا اختار امه ولا اختار دينه ولا اختار اي شيء اخر بس المهم الواحد كيف يستثمر في حياته كانسان يعني هذا هو في محطة مفصلية في حياتك وانت تم اعتقالك في سجون الاحتلال لمدة 17 سنة في اواخر الستينات والسبعينات والثمانينات كانت سجون الاحتلال تسمى مدارس ثورية مزبوط شو تجربتك من خلال تجربتك شو تعليقك على هذا السؤال هون شو الودان على السجن شو اللي اعتقلني طبعا في 67 احنا كنت في الصف الثاني ثانوي وصارت الحرب وفي الحرب المضبوط كانت تجربه قاسيه جدا في البدايه انا كنت اشتغل هذاك الوقت 67 كنت اشتغل عامل في شركه سجائر القدس اللي في العزريه وكنت اعرف كنت نسمع انه في حرب وفي حرب وحضر اخره فسمعنا اطلاق النار بلش من جبل مكبر فاحنا هللنا وكبرنا وجيت الجرايم من العزريه لدارنا في البلد القديمه كيف وصلت ما بسألش كمان بالطائر طيران بدي أحارب بدي أقتل عدو بدي أدخل على فلسطين ففعلا لما وصلنا البيت وحكيت لأمي قلت لها بلشت حرب أنا بدي أطلع أحارب قالت لي عمي الله معكم الله ينصركم لما رجعنا على المدرسة بشهر حزير أيلول فرض علينا المنهج الإسرائيلي فإحنا قلنا لا إحنا عرب كيف يفعل المنهج الإسرائيلي بأي صف كنت؟ كنت في الصف التوجيهي بدي أخش فرفضنا رفضنا تماما شو القصة؟ قالوا يا عمي إحنا عرب أسسنا أول اتحاد طلبة تحت الاحتلال كان أنا واحد منهم كان في زميل العصام عرفي كان واحد من دار ديسي كان واحد أحمد عبدالله الصفافي فشكل الاتحاد وكناش عندنا الخبرة يعني فمين كان إنسان نعرفه سياسي وعنده خبرة في العمل السياسي كان أستاذنا عمر القاسم الله رحمة الله عليه فنادينا قلنا له تعال يا عمي قال شو قلنا له هيك هيك بدنا نسوي اتحاد طبعا وافق طبعا القانون السياسي وسوينا اجتماع وين في مقر اسمه الجندول في شارع الزهره سوينا حنا شباب زي ما تقول هيك صيه قاعدين معنا الشاوره وقررنا نسوي الاتحاد وصار كل واحد فينا مكلف بتنظيم 5 طلاب وكل طالب ينظمه ينظم كمان مجموعه اخرى وهيك قدرنا نحكي مع الطلاب نحكي مع الاساتذه نحكي مع الاهالي واستطعنا نقاطع التعليم تماما يعني المدرسه الرشيدين اللي كان فيها قديش طلاب كان فيها 20 طالب والاساتذه كلهم راحوا من اليوم عن مع كل الابهه اللي بتشوفها اليوم ادروس وقفوا المناهج الاسرائيليه فاحنا هذاك الوقت ما عندناش شيء ونجحنا نقاطعة بعدها طبعا صارت المبادره من حسن الاشهب من عليا نسيبي استاجروا بيوت تحول البيوت هذه الى مدارس حتى ما يبقوش البيوت في الشوارع مرميه وهيك بلشت المشكله بعدين صار التفكير طب اليهود احتلونا
بالدبابات والطيارات والبحرية. طب كيف نحن نتعلم اتحاد الطلاب يعني كيف؟ هو صارت المشكلة إنه بغير تفكير كيف نغير النضال. النقطة التحول كانت اللي هي عملية سينما تسيون، عملية بسمى عملية سينما تسيون اللي قامت فيها فاطمة برناوي اللي تعتبر أول أسيرة بعد 67 قامت أختها أحسان زرعوا عبوة ناسفة في سينما تسيون، وهذه كانت مدافع. طب إذا هم الستات عم طب إحنا شو نسوي الأشياء؟ هذه الساعة كانت نقطة تحول، وصرت أبحث عن قضية السلاح كيف ممكن نقاوم الاحتلال. فاصطدمت في مجموعة من أصحاب كانوا منظمين، تنظمت معهم وخططنا العمليات. كانت عندنا القاعدة تبعتنا كانت في الشيوخ في الخليل، وضربنا هناك وخططنا العمليات العسكرية وقمنا عمليات عسكرية في الخليل في القدس وفي تل أبيب، وكانت أول مجموعة بتضرب تل أبيب بعد 48. هذيك أعطت دفعة مش عادية للطائفة الفلسطينية، وصار الكل يدور على تنظيم حتى يروح يحارب. طبعا داخل الوقت ما كناش نعرف لا جبهة ولا نعرف فتح ولا شيء، كل مخنا إنه بدنا نحارب العدو ونخلص منه. وبعدين هذا الوقت اللي صارت العمليه الاولى، صارت اتذكر عمليه بسمى عمليه القنابل، زرعنا 5 عبوات ناسفه في 5 مرات مختلفه في داخل القدس المحتله 48، وهذاك الوقت يعني اثارت فزع رهيب في اسرائيل. والعمليه الثانيه كانت مفصليه كمان في 4 ايلول بسموها محطه مركزيه، عملت محطه مركزيه في تل ابيب برضه 4-5 عبوات ناسفه واحد ورا الثاني وهناك صار. بداخل الوقت طبعا تم اعتقال مجموعه من الشباب وصارت تحقيقات، واحد الشباب اعترف واعتقلنا. انا هذاك الوقت كنت ادرس بس طب، كنت ادرس طب، فكنت يوميتها في مطلع مستشفى اوغسطا فيكتوريا، وفي اجت الحارس بقول محمود جد، بقول محمود جد، بقول في بدهم اياك جماعه. فانا بحكي مع زميلتي اللي جنبي كانها هي السكرتيره بتاعتي، بقول والله بتحكي لهم انا مشغول مش فاضي هلا، بمزح معي. بعدين فكرت فيها، طب ليش يكون عن جد المساله؟ قمت بدي اطلع اشوف اللي هم داخلين مخابرات، وأدخل منك قال بدنا 10 دقائق حكوا الأستاذ، 10 دقائق صعبة 17 سنة كلياته. وهذا السبب كان الاعتقال ومشينا. الاعتقال كيف طلع من السجن يعني في هاي الروح الثورية دخل؟ أنا اللي بقوله فعلا اللي بشعر بفخر فيه واعتزاز فيه أنا طلعت من السجن أكثر إنسانية. يعني السجن كان فرصة إلي لأقعد وأفكر وأدرس وأطالع، يعني قرأت فلسفات كثيرة وقرأت الدين الثلاثة، قرأت الدين الإسلامي كان فرصة، وقرأت شو اسمه الإنجيل، العهد القديم والعهد الجديد، فلسفات الماركسية الوجودية وإيش بدك. قرأناهم وجدت إنه فعلاً إنه في إشي مشترك بين كل الشغلات هذه، إنه كيف يعني شعب بشر. توصلت للإستنتاج إنه فعلاً ما حدش فينا اختار إيش يكون، لا حد اختار دينه ولا اختار عرقه ولا 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 آخره. طيب نحكي عن عائلتك أستاذ محمود. يعني عندك زوجتك وعندك ابنين حسان ونضال، وقدرت انه تخرج يعني حسان ونضال من الجامعات. ويمكن بدي اخذك على هذا المحل، يعني شو كان شعورك وانت بتخرج ابنائك من الجامعه؟ والله المضبوط هذا شعور لا يوصف. يعني انا احكي لك بكل بساطه، لو واحد يكتب يعني حياته عادي لو اقول لك انا شو هالخيال هذا، يعني الانسان بيكذب وبتخيل والاخري. انا المضبوط تزوجت في 86 هذاك الوقت، تزوجت زوجة اسمها ربيحة، هي من عائلة شاهين، أصلها من قرية زكريا اللي هجرت دمرت في 48 من سكان مخيم الدهيشي. كيف تعرفت عليها المضبوط؟ وقتها كانت تعرفت علي من السجن، وكان كثير ناس يجوا علينا ويروحوا علينا. هي من كانت نشيطة في لجنة المرأة، وكانت برضه تزور الأسر المحرم وإلى آخره. فهي ملتقينا في الخضر، بتطلع فيها هيك جلدتها إلى حد ما صمراوية شوية. بمزح معها بقول لها شو رايك انت لازم تكون عندنا في الجاي، ليش انت قاعده هون يعني؟ قلت ليش لا، شرفنا اخو في الجاي ليش لا؟ من بعد طبعا لما فكرت اني اتزوج فمر علي فتيات كثير. طب مين هذه ولا هاي ولا هاي ولا هاي؟ بتعرف انا ما عشتش حياه طبيعيه اللي اكون ناضج يعني اللي اقدر اقرر. فانا خطرت على بالي ربيحه، فرحت لها وتعرضت عليها، قلت لها احنا بدي اعرض عليك موضوع بس بتامل نبقى اصدقاء سواء اتفقنا ما اتفقناش، ما وافقت الاشياء. فقلت لها هيك انا فعلا تناقشنا مع بعض الموضوع ودخلنا بتفاصيل حياتنا القديمه وايش نتحمل المستقبل. وهذا الشيء طبعا هذا كان تم الاتفاق انه شو بصير اللقاء بينه وبينها اللي تحكي لاهلها، خاصه الامه تحكي الامه. وفعلا كان كل ما نطلع مشوار تروح تحكي الامه، طالع محبوب نسوي كذا وكذا، ترجع تحكي الامه شو صار معنا. اتفقنا على الزواج وتوفقنا فعلا. وكان شرطنا من البدايه انه نخلف بس 2 ولدين، بنتين، ولد وبنت وهذا. وليش؟ لأن بعد 18 سجن كيف بدك تجيب ولد تاني بالشارع؟ بدك تجيبه وتربي. ففعلا هذا اللي صار، جبنا شابين الحمد لله قدرنا نربيهم وتخرجنا من الجامعة. بس الإشي اللي بقدر أقول أنا بشكر أولادي كثير على الإشي هذا، إنه كانوا عصاميين كما بنفس الوقت،
بالرغم انه الظروف ما قدرتش اوفر لهم الظروف يعني الطبيعيه اللي عيشوا فيها كاخرين، لان برضه كنا فقراء مش هذا الشيء، انه كانوا هم برضه قنوعين. نتخيل احيانا كنت اخذهم بدايه الدراسه العام الدراسي نشيهم شنطنا نشيهم كتب الاخر، اقول لك طب ليش القميص؟ ما هي القميص هذا كويس، ليش انت برضه منيح؟ فليش الواحد يجي هسه بين الكافيين بكافيني؟ فكانوا قناعه الامانه قناعه كويس. والشيء اللي بشكرهم عليه اكثر واكثر انه خاصه في السنه الاخيره من الجامعه انا ما صرفت عليهم ولا مليم، هم اشتغلوا وصرفوا مواصلاتهم وسط الجامعه كل شغله هم وفوها. وهم ما شاء الله عنهم اليوم كمان فعلا. عندهم الحمد لله عصاميين. نسمع نضال ايش بحكي. بمعزل عن محمود جدوى انه بكون والدي، بحب اذكر انه محمود كان قدوه إلي ولكثير من الشباب، وهو كان أكثر من مجرد أستاذ، أكثر من مجرد أب. محمود جده كان معلم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. من خلال محمود جده قدرنا نعرف إيش معنى الأرض والوطن والانتماء والهوية. محمود جده باختصار بقدر أحكي عنه زي الشمعة الموجودة في وسط مليان ظلام، واللي بزرع بحصد. يعني فعلا انا بقول لك انا احيانا بشعر انه مجرد انا عايش في حلم في خيال، مش اكثر ولا اقل من هيك. ليش؟ يعني بعد فعلا بعد 17 18 سجن تطلعي وتتزوجي وتخلفي ابناء وتخرجي من الجامعه وتتزوجيهم كمان. هتزوج حسان وهلا نضال على وجه الزواج، في 6 5 حيكون حفله زواج زواجه. طب شو الشيء اللي بخليك طول الوقت تستمر؟ والله بقول لك انا برضه تجربه حياتنا المره علمت ما نفقد الامل. طول ما انت عايش يجب ان تبقى الامل عايش، وهذا ضل ماشي. طبعا راح يكون هناك في عقبات قدامك، لا توقف، استمر بالمشي، استمر بالمشي، استمر بالمشي. خليني اسالك عن الجاليه الافريقيه في القدس، هل ما زال في طقوس وعادات وتقاليد بتجمع ما بينكم انت اي جيل في الجاليه؟ لان كلنا متبحنا عائله واحده، ما قلناش انه هذا تشاد ولا سنغال ولا هذا كذا ولا هذا، اي بتسالني اي واحد بقول لك ابن عمي، مع انه دم في شيء بتصير بيناتنا، بس هو ابن عمي كيف من حالنا. لكان في عادات موجودة خاصة أيام الجمعة، كان باستمرار نجتمع تحت التوتي، كان هنا التوتي عمره يمكن فوق 120 سنة 130 سنة، نجتمع تحتها ونتغدى مع بعض البعض. والغدا كيف كنا نجيبه؟ كل واحد يدفع مبلغ معين، مش شرط إنك تدفعي قديش أنت بتقدر تعريفي، تدفع شيلين، تدفع دينار عادي. فنسوي الأكل بسموه أكل عصيدة، عبارة عن مي مغلية بنحط فيها الطحين نجيها مع بعض البعض زي العجينة بتصير، وجنبها أكلة بيسموها الويكي. الويكي اللي عبارة عن بامية ناشفة أو ملوخية ناشفة، كلها بس تحول عصير بنحطها بيجاط وبنسكب عليها الملوخية أو البامية. والإشي اللي ما بتعرفوهوش الشطة. ليش نعرفش هالشطة؟ الشطة أنتوا عارفوا الشطة، بس تعرفوا الشطة اللي تبعت الأفارقة هذه. عن جد يعني أنا اللي كانوا بسمنا مولدين، أنه كنا مولدين هنا، كنا نأكل بس لقمة واحد ما نقدرش نكمل ننبطح، أبيتني ياكلوا كأنه بياكل إيش طبيعي عادي، كأنه بياكل حلويات. والله إحنا ما كنا نقدر نكمل الأمور الثانية، ما نقدرش نكمل من شطة. قديش بتعني بتقول عن غزاز بياكل شطة، بس صدقيني بالمقارنة حدود ولا إشي. وهذا اللي كان يصير بعد الغداء مباشرة، كنا نجتمع يقعد يحكوا لنا الدين، يعلمونا الدين لآخره لحد صلاة العصر. بعد صلاة العصر نقعد نجتمع حاجات اجتماعية وسياسية بشكل أساسي. هذا كان تقليد مش بس الأفارقة، حتى الناس اللي عايشين في الحارة عندنا الفلسطينيين أصلهم برضو كانوا يجوا يشاركون الشيء هذا. وكان إشي تاني برضو من الحاجات اللي كويسة اللي بسموها الحطيطة، كان إذا واحد منا تزوج كل واحد برضو إيش معه مصاري بحط، بنجمع المصاري هذه بنعطيها واحد قبل العرس هذا. يعني مش أو إذا كان حدا توفى برضو كل واحد بيدفع مصاري حتى نقدر مثلا نغدي أو نعشي أهل المتوفي أو الناس اللي بيجوا. ولليوم هاي الأشياء هذا اليوم موجودة اليوم، بس العصير تبعت كل أسبوع هذا مش موجود. بس الحطيطة والشلقات الاجتماعية هذه كلها ما زالت موجودة. بنقول دائما انه كثير بيكون احنا دائما اصدقاء، ودائما الاصدقاء هم مرآة بنشوف فيهم، بنشوف حالنا فيهم. خلينا نسمع احد اصدقائك ايش بحكي عنك. يعقوب عودي. محمود منتمي للارض، منتمي للانسان، لانسان الارض، ولا يدخر جهدا في خدمة هذا الانسان وهذه الارض. رياضي باخلاق، رياضي جسديا ورياضي ايضا في علاقاته، بتسامحه، بقلبه الواسع، وأيضا مبادر، كثير العمل قليل الكلام، عاشق للقدس، عاشق لأسوار القدس، عاشق لبوابات القدس. عشت مع محمود نصف قرن. أذكر مرة راح على جنيف وإحنا في مركز المعلومات الفلسطيني،
في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واجتماعها، وشاف الألاعيب في موازين قوى ما بين الأقوياء والضعفاء، فقال يبدو أن حقوق الإنسان هي كذبة كذبها الأقوياء وصدقها الضعفاء، لأنه محمود هو عدو لدود للقهر للظلم. شكرا للأستاذ يعقوب، ويمكن زي ما قلنا يعني حكى عنك أشياء أنت ما كنتش رح تحكيها عن حالك. اشتغلت في كثير مهن مختلفة، واللي بشكل أساسي كنت طول الوقت يعني فعلا مناصر للضعفاء، لمدافع عن الحقوق، رغم زي ما ذكر أنك أنت ما أمنتش بالسياسات والأمم إيش بتحكي عن حقوق الإنسان. فعلا أنا اعتبرت أكبر كذب في القرن العشرين، يعني فعلا هذه تجربتي معهم. رحت على جنيف، رحت على فرنسا، رحت على تركيا، رحت على السويد لحضور مؤتمرات والأخشات، فأنا وجدت الأكبر كذب في القرن العشرين. على سبيل المثال لما قرنا على نيويورك، وجدت أنه القاضي تبعون حقوق الإنسان في كلهم كانوا موظفين سابقاً، إما في CIA أو وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع. وأعطيني مشكلة في العالم ما صدرت من هذول الثلاثة، وحكت لهم صراحة، قلت له هل أنتوا رجعتوا لعائلكم مظبوط وصرت دفعوا حقوق الإنسان؟ بتمنى الإشياء هذا يصير. واحد جحان نجاح كان بده يكون نتفني تنتيه، واحد يقول له هتهز على كتفي قال لي أنت عن جد شجاع ودي بلغ على حالة. طيب من بين كل هاي المهن اللي كان فيها تحديات مختلفة وعلى سنوات ومدار سنوات طويلة واشتغلت في أماكن مختلفة، أنت وين تأثرت وأثرت أكثر شيء؟ شو كان أكثر شيء كان قريب لإلك؟ شوف الإشي اللي أثر فيه أكثر يعني شغلي في مركز جامعة فلسطين حقوق الإنسان. يعني هذا كان فعلا تجربة حلوة كتير وغنية كتير، علمت كتير حاجات من خلال العمل الميداني، اتصلت مع ناس كثيرين من مختلف المستويات كلياتها، أدركت شو معنى الواقع اللي بنعيشه كفلسطيني هون. فكان قراري واضح صريح إنه إذا ما كناش إحنا مع الضعفاء ومع الناس المساكين والشهداء والأسرى والول ما حدا رح يطلع فينا، إذا إحنا ما حرتنا بنفسنا ما حدا رح يشرحنا الأرض. يعني هذا الشيء توصلت له بالأساس. اللي أثر فيه بشكل واضح وقتها إنه كان عندنا مؤتمر حول حق في السكن، كان أجانا وقتها شخص اسمه راجندار ساتشار، كان المقر الخاص حق في السكن في العالم، يعني بمعنى آخر وزير إسكان العالم. فوجدنا السكن مش مجرد بيت زي هذا حلو مرتب ولا آخره ولا آخر، لكن السكن له معنى أخرى، كيف عندك مواصلات، عندك تعليم، عندك صحة، إذا ما كانش هذه الأولويات متوفرة ما تلو حتى لو كنت عايش بقصة هذا السكن غير ملائم. وهذا أعطاني تغيير في تفكيري كيف طرح الموقف السياسي. كنت أطلع جولات مع الأجانب، كنت أحكي لهم سياسة بتصبحت، بس لما كان المؤتمر هذا وجدت أنه السكن الملائم مش بس بيس، كل الحاجات اللي حكيها بالأول مواصلات والآخر، إذا كيف بدنا نحصل الشيء هذا ونحصل تحت احتلال. فغير مفهومي للجولات، صرت أطرح الحياة الواقعية من الشيخ الفلسطيني، وصار الإنسان اللي بيطلع مع جول الأجانب بالتحديد يتوصل لاستنتاج لحاله أنه يجب أن يدخل الاحتلال حتى تقدر تعيش بكرامة. حكيت عن هاي الجزئية اللي متعلقة بكيف أثرت وتأثرت في الناس، بدي أسمع من شباب، خاصة أنه أنت أستاذ محمود أثرت على شريحة واسعة من الشباب من خلال شغلك، نسمع عن تجربتين مختلفتين من شاب وصبية ونرجع نسألك عنهم. 5 سنين اتصلت على عمو محمود جدة، سألته إذا بعرف سيدات فلسطينيات بدرجة تدريس فلسطيني، فكان الجواب بيعرف مجموعة من السيدات. وقتها التقينا أنا وياه ورحنا عند هاي المجموعة واتفقنا على الشغل، ومن خلال عمو محمود ومعارفه أنا كبر مشروع تجان بشكل كبير، وهذا الكبر بعود لعم محمود لأنه هو العنصر الأساسي اللي ساعدني بالشغل. وأنا يعني بشكر عم محمود على قديش هو شخص بحب يساعد طول الوقت ودائما بعطي. من أهم الأشياء اللي بحبها في الأستاذ محمود جدة هو المشي والجولات اللي كان يعمل لنا إياها في القدس، أسلوبه واهتمامه فينا كشباب لما كنا بمركز نضال، وقتها كنت أنا بصف 11، كان يعمل لنا لقاءات أسبوعية، بهاي اللقاءات كل واحد فينا يحكي شو آخر كتاب قرأه، شو آخر خبر سمعه عن القدس، وفقرة نقد ذاتي، نحكي عن حالنا أشياء مش منيحة سويناها وبدنا نظبطها. هذا الأسلوب من الاجتماعات تعلمته منه وصرت بستخدمه في كل محل بروحه. عن مجموعات كلها اللي بشتغل معها، مجموعات مثل مجموعة مؤسسة التامر، مجموعة الملتقى التربوي العربي، وحاليا مع مؤسسة رواد التنمية كمان بستخدم نفس الأسلوب، والأصدقاء اللي سمعوا وشافوا إيش بساوي صاروا يعملوا كمان مع مجموعاتهم. دائما كنت بطلب من الأستاذ محمود جدة
بالجولات، ولما يشرح لنا عن موضوع معين انه يشرح لنا شوي شوي. قديش تأثير حقيقي بيكون للشخص لما يأثر في شباب، لما هو يعلمهم أشياء وخلاص ينساهم، بس هم بيكونوا أخذوا منه إشي. فعلاً بقول لك هذا يعني إشي اللي بفتخر فيه، يعني أثرنا كثير بشباب يعني موجودين يعني في خلال وجهة مركز نضال. أنا كيف بلشت عمل مركز نضال؟ أنا بالأساس كنت أشغل في قضايا حقوق الإنسان، عرفت كيف؟ فاتصل في مرة الدكتور أحمد مسلماني رحمة الله عليه، بقول أنا لا أنا طبيب ولا أنا دكتور، أنا كل درس أسبوع طب، فكيف بدي أشتغل معكم؟ فتوصلنا لاستنتاج انه اذا بتفهم الصحه كبفهم انا ممكن. قال شو؟ قلت انا بالنسبه لي بدي اسكر كل المستشفيات وكل العيادات، بديش يكون انسان مريض، عشان هيك لازم نشتغل على الوقائي. فعلا اتبع على الاشياء هذا، شكلنا لجنه وقتها من 15 شخص من كلا الجنسين كبار وصغار، وقلنا نفكر كيف ننشئ في هذا المركز. فطلعنا بالاستنتاج شو الانسان السليم. فطلع الانسان السليم عباره عن جسم سليم، وبعدين طبعا غيرنا مفهوم عن الانسان السليم، والاسم الثاني بده يستخدم عقله بشكل طيب وكويس، والشيء الثالث القيم الانسانيه، لانه اذا كان جسديا قوي وعقليا قوي يمكن يكون اظهر. بدك شيء يلجم القوه هاي اللي هي الاخلاق، مستمده من تراثنا العربي الاسلامي المسيحي، والمستمده من البعثة الدوليه لحقوق الانسان. وكان تحدي يعني انك تشتغل عليها تقلب هاي، واشتغلنا فعلا شغلات هذه. فكانت ثلاث برامج اساسيه، البرنامج الاول كان التثقيف الصحي، البرنامج الثاني كان الثقافة العامة، والبرنامج الثالث اللي حقوق الإنسان المستمدة من تراثنا من العالم. لليوم بتشوف شباب كانوا معك في لليوم بشوف شباب يعني بتمنوا يرجع على مركز نضال. نقطة التحول، بس حكينا نقطة التحول صارت في النقطة هذه، كيف تغيرت الموضوع. في مرة ست من الستات اتصلت في تليفون نرفزة على الآخر، ولا بتلحق شو مالك ليش منرفزة؟ قلت له شو بتعلموا أولادنا؟ قال والله ما بعرف، أنت قول شو بنعلمهم؟ ولا بتقول بتعلم الوقاحة. احنا معنا الوقاحة على طاعه. انا خفت الموضوع لانها بتحكي عن بنتها وتسوت ايش، لما تقول وقاحة معناته سوت اشي مش معقول. ولا بس معلش هدي نفسك، احكي لي شو الوقاحة. ولا شو بتقول؟ بتناقشني. اذا بنت بتناقش بنت تسموها وقاحة، انا بيني وبينها بقول طالما زدنا وقاحة سو. فكانت اشارة انه منشغلش بس مع الاطفال والشباب، برضه مع الاهالي، لانه اذا ما اتفقنا مع الاهالي على الاولاد مش ممكن نعطيهم. فصار عندنا اجباري كل طالب او كل شاب كل صبي عندنا ابوهم امهم يجوا على المركز عندنا، اجتماعات دوريه نحكي لهم احنا شو انطباعاتنا وشو انطباعاتهم شو تغيرت اللي حصل. وهيك اتفقنا احنا وياهم على الاولاد واعطينا افضل خدمه وشكله لاطفالنا، وهذا الشيء كان كثير مؤثر في الشباب، وفعلا غيرنا فيهم كثير حاجات. الله، وواضح كمان من النتائج اللي سمعناها اكيد في محلات مختلفه. وين انتهى المشروع؟ هذا عندي فضول اعرف. المشروع انتهى، هو ما زال قائم بس مش بنفس المستوى الموجود في الاول. ليش؟ لانه في الاخر اجى الاحتلال سكرنا المركز تبعنا، بحجه انه احنا نشاطنا بيهدد امن الدوله، وفي نوع من نشاط الجبهه الشعبيه مع انه ما له علاقه بالجبهه الشعبيه على الاطلاق، كان نشاطنا كله بس ثقافي مش اكثر ولا اقل من هيك. فحكى بالحرف الواحد بناء استنادا على البند السادس من قانون مال الارهاب لعام 48 نقل يلا مركز تخولي وسكر المركز وراح. بس الحمد لله ما زالت الاثار موجوده، وعلاقاتنا مع كل مؤسسات في القدس وخارج القدس موجودة، وكل إذا بتسألوا أي مؤسسة في القدس أي سبب القدس شو مركز نضال بقدر يحكي لك شو مركز نضال بالضبط. أخيرا سؤالي، يعني بعد وظائف متنوعة ومختلفة، أنت اليوم مرشد سياحي في القدس، بتعرف الناس على القدس بطريقتك بمعلومات بتحكيها، بتدخل على بيوت الناس وبتخلي الناس يحكوا عن القدس. مزبوط. فالجولة معك في القدس مثمرة وثمينة، لكن سؤالي الأخير، القدس شو بتحكي لك أنت؟ سور القدس والبلدة القديمة وبيوتها، شو بتقول لمحمود عن هاي العلاقة اللي بينكم اللي خلتك توصل لهذا المكان؟ والله شو، أنا بالنسبة لي القدس هي حالة خاصة جدا، بشعر حالة جزء حجر من حجارة، بشعر هي في قلبي جوا. يعني أنا من طفل صغير دائما كنت أغزر في حوار القدس، كنت مدرسة فريعة على سبيل المثال، مرة أروح من طريق الألام، مرة أروح من عبة المفتي، مرة أروح من عبة كية، مرة أروح من عبة السلسلة، أضل إلي هيك عشق. وحتى لما كنا بالسجن يعني كنا إحنا الوحيدين أولاد القدس كنا نحكي عن القدس، كنا نقعد على البرش بسموه برش اللي هي هذه، ونقعد نقزدر أنا والشباب القدس من هو لهو لهو هذا فلان هذا علان الآخري، نقزدر حارة حارة وكرش طلع من نقله. يعني علاقتي بالقدس بقول لك، يعني بقدر أعطيك أربع أمثلة اللي كيف علاقتي بالقدس هي جزء من أنا جزء منها بقدر أشتركها بأي شكل. الحالة الأولى حصلت بعد الحرب مباشرة، كنت أنا قلت لك في الثاني ثانوي وطالع التوجيهي، فعرض علي أهلي أطلع على الأردن أكمل تعليم، وكان أخوي يشتغل وقتها في الأردن في وزارة الاتصالات، وأعطوني معاش أخوي اللي بتذكر 8 دينار أو 10 دينار كان معاشه، خده وإيش بدك كان يبعث لك. قلت لهم لا ولا يمكن، لأنه شايفين اللي هو شو عم بيسووا، كانوا يحطوا الباصات، أنا شفت الإشي هذا، يحطوا الناس في الباصات يطلعوا مع الأردن، فبتقول لي أنا أطلع برجع الأردن ما بطلعش. حتى الثانية صارت مع الأستاذ ما زال حي والله يطول في عمره، أستاذ نادي خوري
كان هو الكوتش تبعنا، وعرض علي قال لي انت لاعب موهوب بتطلع على امريكا بتلعب كره سله وبترجع. قلت له شو برجعني اذا تضمن لي ارجع؟ قال لي بس 3 سنين ونرجع. ضمن لي 3 سنين وارجع بطلع، اذا فيش ضمان بطلعش اطلع. ورفضت اطلع. ونفس الوقت لما اعتقلنا بال 67 68 ابن عمي علي، تعرف التحقيق والتعذيب والى اخره بالشكل هذا. يوم على ما هو عمل كويس ولبسنا اواعي كويسه ودخلونا على الغرفه مرتبه وفيها كراسي وطاولات، بطلع بين عمي شو القصه شو في ليش معنا يعني هلا ضربوه بهدلوه هلا بتعاملوا ليه؟ فصدفه دخل علينا الزلمه طويل بحليوه ومع عطر وجرافي واشتلبي. مين طلع؟ قنصل فرنسا او سفير فرنسا مش بتذكر، هو قنصل او سفير. شو صار معكم؟ شرحنا له شو صار معنا. طب ليش جاي؟ قال جاي اطلقكم من السجن. قلت له من السجن؟ بتحكي جد؟ قال بحكي جد. احكي يوم بدك تروح؟ 3 ايام اقصى حد اسبوع بتكون هناك. قال وين يعني؟ قال اذا بتحب ترجع على تشاد، بتحب تروح على فرنسا، بتحب تروح على امريكا، الاتحاد السوفيتي، اي مكان في العالم بتحب تروح عليه، 3 ايام اقصى حد اسبوع. طلع فيه بحكي طلعت بشوفه بحكي جد بتخوت عين الزلمه. قال لي هات نجرب. قلت والله في محل واحد بحب نروح عليه. ضحك وابتسم. وين؟ نار القدس. ضرب ايده على الطالب عصبيه ولا شو مجانين انتم؟ اذا هذا جنون احنا مجانين، ما كان حمار. احنا تأكد تماما كنا عارفين اما اعدام او مؤبد. فضلنا اعدام مؤبد ننتقل القدس. وضلينا عايشين هيك 17. ونفس الشيء حصلت مره ثانيه. وين؟ لما اجى تبادل الاسرى في 85، قبل بفتره اجانا رساله من التنظيم انه حضروا حالكم طالعين. فانا فكرت فيها طبعا 16 سنه قضينا في السجن، بعدين اطلع برا كيف؟ فحكينا مع الشباب وقتها التنظيم عندنا، اقتنعوا بالشباب بعد نقاش طويل. وحكينا مع الفصائل الثانيه بعد نقاش طويل، وصار قرار فصائلي انه اذا في ترويحه كل واحد على بيته، غير هيك انسوا. بعتنا رسائل لقاده الفصائل اهم احمد جبريل، احمد جبريل الامانه طلع جدع وتنسق الموضوع. بالاخر برونو كرايسكي مستشار نابس اللي كان وسيط هو، فاجا وحل الموضوع، قال خيروه اللي بحب يضل يضل واللي بحب يطلع برا يطلع برا. عشان هيك احنا موجودين اليوم في القدس. عشان هيك بقول القدس يعني حاله رمزيه بالنسبه لي ما لهاش حدود. لأن القدس بالنسبة لي بتعرفي إذا بتاخذ معلومات بسيطة عن القدس اسمحي لي شوي، مساحة أقل من كيلومتر مربع واحد. تخيل مدينة أقل من كيلومتر مربع، لكن أكبر مشكلة في العالم. كل بيئات عليها. إذا كان على سكان العالم 1.7 مليار بني آدم، في القليل يمكن 4-5 مليار لهم علاقة بالقدس. كيف؟ في عندك حوالي 2 مليار مسيحي، عندك حوالي 1.5 مليار مسلم موجود، عندك 20-30 مليون يهودي موجودين، عندك 5 مليون لهم علاقة بالتاريخ. فهدول عندك اقل شيء 4-5 مليار لهم علاقه بهذه البلده البسيطه الصغيره الكل مش عارف شو قيمتها. فهذا هو عشان هيك انا بعتبر انه القدس هي جوهر الكون واساسه، وبالتالي يجب ان نغرز الحب في نفس كل انسان سواء كان عربي او اجنبي شو ما كان يكون، حتى تكون فعلا مدينه السلام مش مدينه الحرب والدماء اللي طول عمرها تعيش. بتمنى يوم تيجي تكون فعلا مدينه السلام. أستاذ محمود، يعني بعد كلامك هذا اللي فيه جواهر ثمينة ما في شيء نقدر نرده لإلك، وإحنا كنا سعيدين اليوم بأنه تعرفنا عليك عن قرب، ولسه يعني متسع من الوقت بعطينا قصص أكثر من حياتك، ولكن رح يكون فرصتنا في المحطة القادمة في مفاتيح نسمع قصص كمان منك إن شاء الله. صار فيكم من جديد في حياتنا. بنقول انه في كثير قصص وحكايات وسمعنا منك كثير قصص، ولكن بدنا نكشف عن قصص اخرى من خلال اسماء لاشخاص يمكن او صور، ونطلب منك تفتح اول مفتاح. لما خير بدك تقلبها يمكن للجهه الثانيه. ولا جهه الكاميرا، وجهها للكاميرا. احكي لنا مين هذا الشخص. عطاء ام روحي، وهذا بشير ابراهيم جبريل بن عمنا. عشنا طفولتنا مع بعضنا البعض، احنا اطفال صغار لحد ما الله فرقنا في 67. فاحنا ضلينا هون، هو طلع برا، انتمينا لفلسطين هذاك الوقت، هو طلع برا ضل برا، وانتمى للجبهه الشعبيه نحن فلسطين، وكان من الضليع في العمليات الخارجية تحت شعار وراء العدو في كل مكان. وفعلا قام بعمليات متعددة ومتنوعة عسكرية، وأشهرها كان خطف طائرة ونزل طائرة هذه في مطار القاهرة، وفجرت الطائرة بعد أخلها من الركاب تاعتها هناك. الدلالة على أنه إحنا مش قتلة، إحنا بنقاتل عشان نحيا وعشان نعيش مش عشان نموت. وإذا كان الموت ولا بد منه أهلا وسهلا فيه، مش فكرة.
فأنا كان إنسان بشوش وضحوك باستمرار، يعني تقعدي معه بتمليش نهائيا، وبنفس الوقت عنده نوع من الشدة على أخوي الآخرين. والمزبوط أنا من وقت 78 لما استشهد كنت دائما أسأل عنه وين هو وين هو، كنت أعرف طول الوقت بسير كل ما يجي جديد حدا على السجن أسأله، ما حدش كان يقدر يعطينا عمق. ليش؟ لأنه كان في الجهاز السري، ما كانش حدا يعرف عنه حجب مرة. فالصدفة في 2012 صحلت فرصة أطلع على الأردن، وبرضه في الأردن دورت عليه أسأله وين موجود، ففعلا دليت وقدرت أوصل المقبرة بتاعته مع المدفون. كانت عن جد لحظة مؤثرة جدا، بعد كل هالأمور هذا ألتقي فيه في القبر، وقعدت على القبر وفعلا أكيد بكى مش طبيعي مش عادي ذاك الوقت. وكان معروف باسم سمير الأسمر. خليني أقول كمان إنه هاي الصورة اللي موجودة على البطاقة هي دائما مرافقة الأستاذ محمود في فعلاً. جيبتك دائما وين ما تروح هي موجودة وحاضرة. طبعا لازم أقول إنه كان رفيقنا الثالث كان علي بن عم علي جدا، إحنا الثلاث دائما ممكن نفتق من ضل بعض بالأساس، لحد ما أنا وعلي ضلنا بالسجن هو طلع برا. الله يرحمه. الله يرحمه. تيجي شوف مفتاح آخر وقصة أخرى. أبو طلاوة قنبلة يدوية. شو القصة؟ هذا برضو من القصص المؤثرة جدا جدا جدا، لم يمكن أنساه بأشكال من الأشكال بحياتي. هذه يوميتها كنا أنا وبشير رفيق عمري رحمة الله عليه، كنا صغار كنا نلعب الغماية، فدخلنا على دار بسمه دار نور الدين في شارع علي الدين البصير، المدخل الرئيسي للحرم القدسي الشريف، فغرفة مهجورة جوا معتمة، فدخلنا تخبينا أنا ويا جوا، فلحقنا أخو اسمه ربحي، فغضب هو كيف لحقنا هناك بدك تكشفنا يعني، فشو سوى؟ هو مسك تناول إشي على الأرض وضربه لأخوه، فلما وقع الإشي على الأرض أنا سمعت صوت، وقال له شو ضربت أخوك؟ قال له ضربته بحجر، قلت له لا مش حجر، أنا سمعت قصة تاني، قال له شو؟ قلت له تعال نطلع نشوف، لما طلعنا برا طلعت اللي هي قنبلة يدوية، ما كانتش حجر، تخيل قنبلة يدوية. فكنا صغار ما كناش نفهم الإشي هذا كويس، بس نعرف نقوم بالممكن ننفجر. نلعب فيها كرة قدم أنا وياه، ضربه في رجل شمال ضربه يمين، وقعت في مصرف صحي قدام دقان بسموه دقان القصاص. صور دفعنا منه ونزلنا طلناها كمان نلعب. ردنا مرة دفرناها طلعت على سطوح الخان، كان يخور أبو سلطان اللي كان فيه أبو طلال يشتغل فيه، كان يعني هو يحلب البقر والآخر يسوي ويبيع الحليب في الساحة. فجينا نطلع نجيبها، قال لا بكفي لهون ما طلعوش، ولا كان بيطلع قال لا خلص بكفي. ساعدنا قالوا طلعنا، طلعنا قزلنا في شارع صلاح الدين، وصلنا وين؟ عند بسمة سلمى الحمراء. هناك سمعنا صوت انفجار. بقول له بشير، بقول له معقول انفجرت قنبلة؟ بقول لي مش معقول، بقول له لأنها مصدي، قلت يمكن لأنها مصدي بس انفجرت. فرجعنا نشوف فعلا هي انفجرت، فعلا هي كانت انفجرت في أبو طلال. اسمه أمين هو. فشو اللي حصل؟ قبل ثلاث أيام من هذه الحادثة تخيلي، كان هو يوزع حليب على الحارة. فيوم بوزع عند حليب عند جارتنا هناك، حامل السطل في ايده الشمال هيك، وحط ايده الثانية في جيبته ومغمض عينيه وواقف. فطلعت الست بتقول له مالك عالتي مالك، خلت مرتين ثلاث تسأله، مصاع على حاله. تقول مالك خلت تحكي؟ لا لا ولا شيء، احكي الدور، انا شايفك حاط ايده في جيبتك ومسك عينيك ومسطول، شو قصته؟ قال والله يا خالتي المزبوط بحكي لك، بتخيل حالي اذا انقطعت ايدي وانعميت بقدر اكمل شغل ولا لا؟ تخيلي فعلا لما انفجرت في القنبلة فعلا قطعت ايده وفقد نظره. ففعلا يعني حدث كيف ممكن الواحد ينساه؟ كيف ممكن؟ انا يعني احيانا بشعر بدم كيف قدرنا نطلق قنبله، لانه هو برضه كان متدرب، كان بالحرس الوطني وكان تدرب على الاسلحه وفكفك عده مرات، فكها اول مره فكها عاد ركب مره ثانيه، اللي فهمت المره الثانيه فكها احد البقره ثاغت، فالتفت على البقره شمالها يبدو سهلت ايده عن مسمار الامان وفجرت القنبله. بتخيل قبل ثلاث ايام تخيل انه ايده مقطوعه وفقد نظره، وهذا فعلا اللي صار معه. هاي قصه حتى احنا ولا مشاهدين رح ننساها. عن جد شيء غريب عن جد. اخر مفتاح رح اورجيك يا انا، تحكي لنا قصه عن هذا الشخص. عمر القاسم. مين عمر القاسم؟ عمر القاسم احد المعلمين الكبار، احد الوطنيين الكبار، وتعلمنا على الايديه الوطنيه امانه. درسني اللغة الإنجليزية في مدرسة عبد الله حسين، وكان هو منتمي حركة القومية العرب، كان سياسي، وهذاك الوقت كان ممنوع تحكي بالسياسي، إذا بتحكي بالسياسي بتنحبس. وهو كان علم إنجليزي، وكان يجي يحكي بالإنجليزي كلمات ونترجمها للعربي أو بالعربي لحكم الإنجليزي، يسأل شو له هذا شو بتحكي يعني
درس لغه درس انجليزي، مش على الانجليزي بدك ترجم عربي وترجم انجليزي. فلسطين وطني، طب شو المشكلة؟ مش في وطننا فلسطين؟ وهذا طبعا سبب له مشاكل فعلا عدة مرات وابعدوه. هلا الايش اللي عمر قاسم، انا بعتبر فعلا انسان بكل معنى الكلمه. وحصل معي حادثه معه بالضبط، كنا في الصف قاعدين وبشرح لنا، وانا من طبيعتي بستمع في الاستاذ في الصف، فكانوا باثنين زملاء بتحدث بعض البعض، ففكرني انا اللي بحكي، فطلعني برا بده يعطيني يعاقبني يعني. قلت له استاذ مش انا اللي كنت احكي، هم اللي بيحكوا، حد ثاني قال لا انت اللي بتحكي. فانا هون زي ما تقول صرت في موقف حرج يعني. اول شيء استاذ بعزه وبحترمه، بنفس الوقت شعر هاي مظلوم، اقبل الظلم ولا اكسر اراده الاستاذ قدام الصف. في الاخر من شده الغضب شعرت حالي كاني قنبله تفجر العالم كلياته، لكن في الاخر كسرت نفسي عشان ما اهين الاستاذ، لان بحترمه قدره. فتحت ايدي، هو ادرك انه يمكن في شيء غلط في الموضوع، ما ضربنيش ضرب زي ما بضرب كالعاده، حط المسطره اللي هي الخشبيه 30 سم حطها على ايدي. انا مزبوط كانت انفجرت، بكيت عن جد بكيت، لانه شعرت حالي مظلوم ونفس الوقت بديش اظلم الاستاذ. ادرك النقطه هذه هو فعلا، وبعديها اللي اجى اعتذر لي قدام الطلاب كلياتهم. فتخيل الاستاذ يعتذر للطالب. هذا حادثه. حادثه ثانيه حصلت معي بالسجن نفس الوقت. توفى ابوي وانا كنت في اطياف في سجن شطه. وقتها كنا، هذه القصه يمكن لازم تعرفوها، كنا نحضر لنهرب من السجن. كنا محضرين عده نحفر نفق ونطلع من السجن. فساعتها صبتني هيك نوع من الضغط النفسي العنيف، ما قدرتش اتحمل. فزي ما قلت لي تعال كم، قلت له ما كملش لانه شاعر في شيء غريب حصل، بعرف شو هو، بس خلوني ارتاح الليل بكره بنكمل. وثاني يوم بالصدفه نقلونا من سجن شطه لسجن الرملي، وراحت علينا الهروب ما هربناش. فشو اللي حصل بعديها؟ يمكن بشهر 3 بتذكر 69 اجى عمر القاسم على السجن، كان داخل دوريه واعتقل. فشو اللي صار؟ بده يعزيني، قالوا الجماعه لا يا عمي بيعرفش. شو بيعرفش؟ قال بيعرفش انه ابو توفى. كيف؟ قال بيعرفش، قال بصيرش الكلام هذا. فقام واخذنا على غرفه، غرفه 8 كنا عايشين فيها، بده يحكي. بلش قلت له اسمع عمر قاسم، هبيراتنا فيش دوي، نحكي بصراحه دغري شو اللي صار. ولا بقول لي مع الاسف اقول لك انه والدك توفى. قلت له بسيط، توفى. وفعلا كانت لحظه عصيبه جدا. وطلع ان اليوم اللي صبت فيه غصه بديش واحد اللي يوم اللي مات فيه ابوي. يا الهي تخيلي توفى ابوي. ويومتها زي ما في لاحقه من اختي بعثت رساله، وهي الرساله كان اكثر واحد اثرت فيه، حكت لي ابوي توفى. طلع على الشغل ميتها، قام يروح على الشغل، فر على الجاليه كلياتها بيت بيت، تخيلي كيف حالكم، دير باكوا على الحكي والاخره. وراح على مرت خالي، مرت عمي وقتها دخل ابر حكى لها، كانت امي طالعه على محكمه اللد، كان في ثلاث من مجموعه الكوات في حكم عليهم، فطلعت تحضر الحكم تبعهم، ووصل الجنان يتهموا بامي واخواتي. وفعلا طلع على الشغل، على كان يشتغل في الدكان في اسف في شركه سجائر القدس، نفس اللي فر على العمال وعلى الاصدقاء هناك، فر عليهم سلم عليهم واحد واحد، وراح على الغرفه اللي بيقعد فيها وقعد وضل قاعد ما مشي. الله يرحمه. تخيل كيف صارت القصه. وكانت زمالته مع عمر قاسم فعلا حتى بالسجن، حتى صار الانقسام، هو كان سام الديفان الديمقراطيه، وظلت علاقتنا كثير كثير كويسه احنا وياه. حتى يوم من الايام كنا قاعدين بالجلسه التنظيميه وبحكي وبنطق الجبهه الديمقراطيه، والشباب تفاجئوا، طب انت مش ديمقراطي؟ طب انت طول عمرك عمر قاسم، طب شو المشكله؟ هذا الشيء هذا شيء تسمع شو بناقش عمر قاسم طول الوقت. انا بتصير فيه كسرت طبشته، لانه طلع على الديمقراطيه بدي اكون في الشعبيه، واذا كان نغير احنا بالتنظيم مش برا التنظيم. فعلا انا استاذ كثير كثير بعزه، كثير كثير بحترمه، من افضل الناس، وتعلمنا على ايده الوطنيه، وغير طبعا الاساتذه. وانت حافظ له هذا الدرس؟ طبعا طبعا اطلاقا يعني. طبعا اطلاقا. قصص جميله ومليانه. ورح نتعرف على وجه اخر في ورجينا شطارتك. طلبنا استاذ محمود يورجينا شطارته في شيء، خلينا نشوف شو اختار.
يعطيك العافية. أهلين أختي، الله يبارك. كيف كان؟ شو كان؟ أهلكتوني. يعني زمان ما كنت مارس الرياضة هاي بشكل هذا الأساس، واليوم أنطنط وألعب وأطفل عفو وضمكو الأخيرة، فعلا مشكلة. بس بشبابك كيف كنت؟ فعلا كرة السلام بالأمانة كانت بالنسبة لي يعني إشي الطب. أنا المزبوط كحرفية كنت ألعب كرة طائرة أفضل، بس غرام كرة السلة. وإذا بتسألي بالسجون كرة السلة بقول لك بس محمود جد. وهذا كان حلمي فعلا أكون، بس أجل الاحتلال وخرب حلمنا كلياته. وكان حلمي أتعلم برضو، أجل الاحتلال وخرب شغلاتي كلياته. الحمد لله هنا عايشين وماشيين ورفعين روسنا، وهذا بحد ذاته نعمة. الله يقويك، شكرا كثير. اليوم كان مساحة لنا ولمشاهدينا نتعلم منك، وهذا جزء كبير، جزء صغير من قصص مليانة في حياتك، ولكن احنا فخورين. واليوم اي حدا بيزور القدس لازم يسأل عن محمود جدة ويتعرف عليه عن قرب. شكرا لك، شكرا على روحك. وانا من اول مرة التقيت فيك، القصص اللي حكيت لي اياها اللي هي جزء منها سمعناها اليوم، يعني ما غابت ولا لحظة، وتعلمت منها كثير دروس، وبفكر انه هاي كمان مساحة لكل مشاهدينا. انا هذا هدفي، انه قديش ممكن الناس تتأثر في الشغلات هذه تستفيد منها، مش اقل من هيك. شكرا لك، شكرا على وقتك، والله يقويك دائما. شكرا كثير لكم ولفلسطينية، وان شاء الله دائما بتدرب عراسنا فوق فوق دائما. واحنا دائما هذا اللي بنقوله للناس، احنا مليانين قصص، نسمع نتعلم وبنحكي عشان نعيش. قصصنا هي احنا، واجمل واقصر الطرق للوصول للقلب. بنشوفكم في قصة جديدة بدها قعدة الاسبوع الجاي. في الأرض الحلوة في حكاية، حكاية عن أسرار البشر، وحكاية عن ضحك الشجر، والراوي أنت بالذات. بعيونك في حكاية جميلة، مخبي بقلبك تفاصيل، وإذا أنت ما حكيت رح تحكيها حيطان البيت.